بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في محل كوكتيل يوم الخميس الموافق 8/7/2021 عندنا ضيوف جديدة وعزاز علينا جدا جدا جدا. أنا من الناس اللي بتعشق السلاحف. السلاحف من الحاجات الجميلة جدا جدا جدا، الطيبة جدا جدا، اللي مش محتاجة المساحات كبيرة في البيت، ولا محتاجة الاقفاص، ولا محتاجة ان انت لازم تاخد بالك منها. السلاحف من الحاجات اللي عندها القدرة انها تستحمل الجوع والعطش لفترات طويلة، السلحفة كائن معمر، يعني عمره بيقدر يوصل لغاية 300 سنة، هنقول متوسط من 200 إلى 300 سنة. السلاحف زي ما قلنا من الكائنات اللي عندها القدرة إنها تستحمل الجوع والعطش لفترات طويلة جدا. السلاحف الصحراوي او بنقول عليها السلاحف البرية، لان كمان في حاجة اسمها سلاحف زراعي، لازم ناخد بالنا ان هي ما بتقدرش تعوم، ما عندهاش القدرة انها تسبح في المية زي الترسة او السلحفة المائية. يبقى ده حاجة وده حاجة، السلحفة البرية شيء والسلحفة المائية شيء تاني خالص. لما نيجي نختار سلحفة او لما نيجي نشتري سلحفة، ناخد بالنا كويس جدا جدا من نظافة السلحفة، شكل السلحفة، الصدفة اللي في ظهر السلحفة لازم تكون قوية، مفيهاش شرخ، مفيهاش كسر. بكده نطمن ان السلحفة بتاعتنا دي سلحفة صحتها كويسة، عينيها تكون مفتوحة، اطرافها الاربعة ايدين ورجلين يكونوا موجودين وكاملين، لان ممكن لا قدر الله نلاقي مثلا ايديها مش مكتملة، ايديها في تعرضت لحادث، لان الحاجات دي اكترها بتبقى في البيئة الصحراوية مطلوقة كده وبتمشي كده. هنقول هوريكم كده ازاي. الاول نزل كده الكرتونة ديت كده يا ياسر يا عبد الرحمن، زي ما احنا شايفين كده قدامنا سلحفة شكلها حلو، شكلها جميل. ده ذكر، نتأكد ان القوقعة بتاعته دي سليمة. على فكرة الناس المتخصصة جدا 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 بتعرف عمر السلحفة من خلال القوقعة بتاعتها، شايفين العلامات والمربعات دي، بنعرف عمر السلحفة. يبقى زي ما قلنا يا جماعة، بنقدر نحدد عمر السلحفة من خلال المربعات اللي موجودة على ظهر السلحفة، بتتعد بطريقة معينة بنقدر اللي احنا نعرف عمر السلحفة من خلالها. زي ما قلنا كمان لما نيجي نشتري السلحفة نبص على عينيها، لازم العين تكون مفتوحة زي ما احنا شايفين كده. يبقى يا جماعة عندنا موضوع العينين، الاطراف الاربعة زي الايدين والرجلين، ناخد بالنا الايد دي والايد دي، وكمان الرجل والرجل، لازم نتأكد ان اطرافه الاربعة موجودة. في بقى حاجة اضافية بنزودها عشان نعرف ونقدر نفرق ما بين الذكر والنتاي. بالنسبة للسلاحف، الذكر بيتميز بطول الديل، يعني اللي قدامنا ده نيجي جاي كده قلبه وباصص على الديل بتاعه، شايفين طول الديل قد ايه، ده بنقول عليه ذكر. هنا هنا تحت كده الديل، الديل هنا تحت اهو. لازم ناخد بالنا كويس جدا جدا ان السلحفة ما تقعدش على ظهرها كده. السلحفة لو فضلت على ظهرها كده لفترة طويلة وما قدرتش تعدل نفسها تموت. ناخد بالنا كويس من الموضوع ده،
حاجات مهمة جدا جدا وبسيطة جدا جدا لازم ناخد بالنا منها. الديل بيميز ما بين الذكر والنتاية. يعني عندنا مثلا كمان هنا، حابب ان انا اوريكم، دي نتاية، نشوف الاطراف بتاعتها، نشوف الوش، نشوف العينين الاتنين مفتوحين، المناخير مفيش رشح نازل منها، اضمن ان السلحفة دي كده كويس، اطرافها قدام قدام. ونيجي عند الديل كده نلاقي الديل قصير، دي سلحفة قربت تبيض، قربت تبيض. يبقى يا جماعة شايفين المنظر، شايفين الشكل، نقدر ان احنا نفرق بسهولة ما بين الولد والبنت. بالنسبة للأكل والخضروات والفواكه، الحاجات الحلوة الجميلة دي، نقدر ان احنا السلحفة نقدم لها وجبة خس، وجبة كابوتشي، وجبة جرجير، طماطم، فراولة، تفاح، يكون طري، برسيم، للناس اللي دايما موجودين في البيئة الزراعية. لازم ناخد بالنا يا جماعة من نظافة السلحفة، ما نعرضش السلحفة لوقت طويل في الشمس، لان في تعب بيجي للسلاحف من خلال وجودهم دايما تحت اشعة الشمس لفترات طويلة، بيجي لهم حاجة اسمها احتباس حراري. نقدر ان احنا نديلهم شاور حلو وحمام حلو، وانا هعمل لكم ده دلوقتي في الفيديو بتاعنا، ازاي بنعمل شاور للسلاحف وننظف السلحفة بطريقة بدائية وبسيطة جدا، بس المهم اللي احنا نحافظ بيها على نظافة السلحفة. يبقى زي ما قلنا السلاحف بتحب اشعة الشمس لان هي في بيتها بيئة صحراوية، بس بلاش الشمس لفترات طويلة لان ممكن يجي لها حاجة اسمها احتباس حراري. الخضروات زي الخس والجرجير والخيار والطماطم والفجل، الفراولة، التفاح، الحاجات دي من الحاجات اللي السلحفة تحبها جدا جدا في الاكل. مش شرط ان احنا ناكل السلحفة كل يوم، لان السلحفة عندها القدرة انها تقعد لفترات طويلة بدون اكل ومية. دي من الحاجات اللي سبحان الله يعني ربنا سخرها للسلاحف، زي الجمال بالظبط، يقعدوا في الصحراء لفترات طويلة بدون اكل ومية وما عندهاش مشكلة. فترة الشتاء بنقول عليها فترة بيات شتوي، زي ما قلنا يا جماعة فصل الشتاء من الفترات في السنة اللي السلحفة بتعمل فيها حاجة اسمها بيات شتوي، لان السلاحف ما بتستحملش برد الشتاء، ربنا عطالها الصدفة دي علشان خاطر تقدر تتدفى جواها وتدخل تدخل راسها واطرافها الاربعة علشان تتدفى من برودة الشتاء. يبقى ناخد بالنا من الموضوع فصل الشتاء، بنيجي في الشتاء لازم نحافظ على دفء السلحفة. لو السلحفة شافت ان الجو او حست ان درجة الحرارة بتاعتها زي درجة حرارة الصيف، مش هتدخل تعمل بيات شتوي. اما لو الجو ابتدى يدخل في برودة عالية جدا، السلحفة بتدخل جوه القوقعة او الصدفة بتاعتها وبتقعد تعمل حاجة اسمها بيات شتوي، لدرجة انها بتقعد فصل الشتاء كله ممكن ما تاكلش ولا تشرب، وتفضل قاعدة جوه القوقعة بتاعتها ولا تاكل ولا تشرب. انا دلوقتي اشتريت السلحفة هدخلها البيت، بنصح اول حاجة اعملها ان انا احمي السلحفة او انظف السلحفة، وهنعملها بطريقة بدائية جدا. هما مش محتاجين مية وصابون، ولو حطينا مية وصابون مش هيجرى حاجة، بس المهم الصابون ما يجيش على وشها. بمسك السلحفة كده ايديا فوق اهي وتحت اهي، بحيث ان انا ابعد عن اطراف السلحفة عشان ما ترفصنيش زي ما بيقولوا بضوافرها، او ما تعورنيش بضوافرها. هي كده كده مش مؤذية، بس احنا برضو نحاول نخليها مرتاحة. السلحفة اهي، تعالى كده يا عبد الرحمن قدامنا شوية، وبشويش بنزل شوية مية بسيطة كده، وبيجي او بفرشة اسنان او بفرشة تكون نظيفة او بقطعة قماشة نظيفة بحميها. انا بحاول احط شوية مية
ولو في عندي شوية صابون صغيرين بس المهم ما يدخلوش عند الوش عند العين. السلحفة بتعشق حمامات الشاور، يعني السلحفة لما نحميها بمية كده احنا بنقول بنخليها تنتعش. نيجي عند الوش، حتى شايفين الوش كده، رش كده على الوش، السلحفة تحب قوي الحاجة الحركة دي. تعالى بقى هنا عشان في محتاجين نظافة هنا كويس، انا بنظفها زي ما انتم شايفين تنظيف كويس. لما الاقي الحاجة اللي عليها مش كويسة ممكن استخدم فرشة بقوة على اساس ان انا انظف السلحفة. امسك اطرافها كده، شايفين رجليها، امسك رجليها كده واغسلها عشان لو في حاجة جوه الرجل او حاجة مش كويسة احنا نكون نظفناها. عند ايد كده برضو نفس الموضوع، زي ما انتم شايفين كده السلحفة او الولد السلحف ده، شايفين بعمل ازاي، بقى بيبرق ازاي وجميل ازاي. تمام، احنا نقدر بقى اللي احنا نحطه بره، لو الشمس موجوده دلوقتي نحطه بره، في الصيف نقدر نحطه في البلكونه عادي جدا، يبقى في الصيف في الربيع في الخريف نحطه في البلكونه. دي البنوته بتاعتنا برضه هنحميها. تعالى يا عبد الرحمن كده بشويش، زي ما انتم شايفين ماسكينها وبحاول ادعك بايدي. بدعك كل الاطراف اللي فيه، الظهر الاول اعتنينا بيه كويس ودعكناه، البطن نفس القصه، الصدفه من تحت بندعكها، من عند الديل بندعك، الايد والرجلين، الايد والرجلين. والله يا عبد الرحمن انت غرقت لي جزمتي من عند الوش كده، يعني انت سايب المكان وراح على جزمتي انا وعمال ترش ميه. شايفين بكده انا بحافظ على انتعاش السلحفة، على صحة السلحفة، على قوتها. في وقت من الاوقات السلحفة بنلاقي فيه رشح عند المناخير كده، بتحسسنا ان هي عندها برد. نغسل ايدي ممكن لو سمحت، انا بغسل ايدي بعد كده بالمية والصابون عشان لما الناس تتابعنا على الفيديو بنقول لهم نصيحة يا جماعة، بعد ما بنمسك الحاجات دي كلها نغسل ايدينا بالمية والصابون كويس لمدة 30 ثانية، علشان لو في فيروس او في اي ميكروب احنا دايما بننظف الحاجات دي. زي ما انتم شايفين كده السلاحف بعد الشاور عاملين ازاي، نضاف ازاي. نيجي عند الوش كده زي ما انتم شايفين، شايفين يا جماعه، دول السلاحف بتاعتنا بعد ما خدوا الشاور. زي ما انتم شايفين كائن لطيف، كائن مسالم، كائن طيب، نقدر نربيه في البيت عادي، بيقعد فترات طويلة لغاية 200 سنة و 300 سنة عمره، يعني ولادك وولاد ولاد ولادك يورثوها من بعدك إن شاء الله. كل ده موجود عندنا في محل كوكتيل بدمنهور، للتواصل 011 40 80 70 60، 011 40 80 70 60. اخر معلومة، نقدر نحط عظم صبيط بديل لأشعة الشمس علشان دايما الصدفة بتاعتنا دي تبقى قوية وتستحمل، عشان الصدفة بتاعتنا دي تبقى قوية، تبقى صدفة السلحفة طول ما هي معرضة لأشعة الشمس ده بيخلي كالسيوم او بيزود نسبة الكالسيوم عند السلحفة. طب لو مفيش أشعة شمس نقدر اللي احنا نحط لها صدفة الصبيط. كل ده موجود عندنا في محل كوكتيل بدمنهور، ادخلوا الجروب بتاعنا كوكتيل دمنهور لطيور الزينة وأسماك الزينة والحيوانات الأليفة، أو القناة بتاعتنا على اليوتيوب باسم كوكتيل دمنهور، هتلاقوا كل حاجة انتوا بتحبوها. متشكر جدا 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 للناس اللي بتشوفنا وبتشوف القناة بتاعتنا من الجزائر، من وقطر والسعودية ومصر وتونس والمغرب ولبنان وليبيا وتركيا وهولندا والإمارات.
كل دول احنا بنشكرهم شكرا جزيلا لمتابعتكم للقناة بتاعتنا على اليوتيوب. ولو في اي استفسار، لو انتوا شايفين اللي احنا محتاجين نعدل حاجة قولولنا يا جماعة، واحنا تحت امركم. وكل سنة وانتم طيبين، وشكرا جزيلا ليكم.